ومن حماة مشاهدينا ينضم إلينا مراسلنا بلال الغاوي. بلال أهلا بك. مساء الخير لكم وللسادة مشاهدي قناة اليوم. أهلا بك بلال. بعد جولة من القصف استهدفت ريفي حماة وإدلب في الأمس، حديث عن هدوء حذر اليوم، إن كان لديك معلومات حيال ريف إدلب وحماة تفضل. نعم، اليوم حوالي الساعة 9 صباحا أقلعت ما يقارب 3 مروحيات من مدرسة المجنزرات شمال حماة من شمال حماة طبعا، ومن ثم ألقت براميل متفجرة على بلدة أم الخلاخيل والتمانعة وعلى أطرافها، أيضا مما تسبب بوقوع 4 شهداء من بينهم طفل، وسقط عدد من الجرحى جراء هذا الاستهداف اليوم صباح هذا اليوم، وأيضا وتسبب دمار كبير هائل جدا في المنازل المدنيين. أيضا كان هناك يوم أمس قصف لقرية التح وما حولها، قصف عنيف جدا بصواريخ شديد الانفجار، أيضا صواريخ تحمل القنابل العنقودية طبعا من قبل قوات النظام المتمرزة في قرية أبو دالي، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى أيضا أطفال. حقيقة سرعت فرقة الدفاع المدني إلى المكان المستهدف، قاموا بإسعاف المصابين وتأمينهم في المشافي في الشمال السوري. طبعا بلدة التمانعة وما حولها شهدت في الآونة الأخيرة عودة نسبية للنازحين إلى هذه المدينة بعد ما يقارب عام كامل من النزوح والتشرد في مخيمات النزوح. الآن في هذه الأيام تشهد حقيقة تصعيد من قبل قوات النظام فقط في المدفعية الثقيلة وبراجمات الصواريخ والطيران المروحي والطيران الميغ وما غيره. أما عن ريف حماة الشمالي، القصف متقطع على بلدة اللطامنة وكفر زيتا، أيضا الأربعين الزكاء وما حولها من الأراضي الزراعية للقرى، تم استهدافها اليوم ويوم أمس من قبل التجمع الروسي الواقع في جنوب مدينة حلفاية. أيضا الحقيقة في الأيام الماضية شهدنا قصف عنيف مكثف على هذه الأراضي مما تسبب بسقوط جرحى في صفوف المدنيين. طبعا اليوم في ظهر هذا اليوم استدعت النقطة التركية في مدينة موريك وفد يمثل من أهالي قرى ريف حماة الشمالي، أم الخلاخيل، الأخوين، التمانعة، الإسكيك، كل هذه القرى بريف حماة وريف إدلب طبعا لإطلاعهم على مستقبل الوضع المنطقة ومستقبل مدينة إدلب. اجتمعوا مع الضباط في النقطة التركية برتبة مقدم وملازم، طبعا كان الحديث عن موضوع التصريح التركية يوم أمس أو الأخيرة والحوادث القصف الأخيرة في اليوم ويوم أمس التي تعرضت لها القرى المحررة كما ذكرت، وأيضا حشد قوات النظام على تلك المواقع منها أبو دالي والتجمع الروسي. ماذا قالت نقاط المراقبة التركية للأهالي؟ هل لديك تفاصيل أكثر؟ قال لنا الوفد طبعا، نعم قال الوفد يعني بعد انتهاء الاجتماع قد حصلنا على طمأنينات من الجانب التركي من قبل انه الضباط الاتراك بعدم نية قوات النظام بالتقدم البري على ريف حماة أو ريف إدلب الجنوبي، طبعا تردد تحت بند الضغط النفسي على المناطق المحررة. أما بالنسبة لتصريحات الوزارة الخارجية يعني كما قالوا فهي تعني أن تركيا هي من سوف تتعامل مع التنظيمات الإرهابية بنفسها، وفي سياسة تركيا السابقة لم تنحاز عنها ولم تأتي بجديد. طبعا نعم بلال، طيب هناك بلال هناك حديث عن حالات نزوح من ريف إدلب الجنوبي للأهالي، هل لديك معلومات حيال ذلك؟ نعم، كان هناك نسبة من النزوح نفس هذه القرى التي ذكرتها كانت في الأيام الماضية يعني عودة نسبية لهذه القرى، يعني مما تسبب بقصف قوات النظام للمنطقة عادوا ونزحوا إلى المحيط المناطق التركية الواقعة في الصرمان ومعارة النعمان، هذه المنطقة تعتبر يعني أقل خطرا عليهم. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات مراسلنا من حماة بلال الغاوي.